هنخش في الاجواء بتاعه المباراه، هنروح لزميلنا في نادي هليوبوليس فاروق صلاح، وهنشوف معاه اجواء مباراه الاهلي والجزيره في قبل نهائي بطوله الدوري لكره الماء. مساء الخير يا فاروق، اتفضل. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، الكابتن محمد يوسف، والكابتن عادل مصطفى. وباذن الله وبمشيئه الله يوم اهلاوي خالص ان شاء الله، يكلل بصعود فريق بتحقيق النادي الاهلي لنتيجه ايجابيه مع فريق الوداد. وهنا في نادي هليوبوليس مواجهه قويه جدا بتجمع ما بين فريق النادي الاهلي وفريق الجزيره في الدور قبل النهائي لبطوله الدوري العام لعام 2019-2020. عايز اقول لك يا كابتن ايمن، النادي الاهلي النهارده بيكفيه تحقيق التعادل او الفوز من اجل الصعود للمباراه النهائيه لمواجهه فريق هليوبوليس. من الجدير بالذكر يا كابتن ايمن ان من البطوله هذه البطوله غائبه عن النادي الاهلي منذ اكثر من 16 عام. اخر تتويج لفريق النادي الاهلي بهذه البطوله كان عام 2004. النهارده كل لعيبه النادي الاهلي في قمه التركيز ان شاء الله لتحقيق زي ما قلت لحضرتك يا كابتن ايمن، تحقيق الفوز او اقل الامور تحقيق التعادل من اجل الصعود للمباراه النهائية ومواجهة فريق هليوبوليس. على الجانب الآخر، على الرغم من تواجد عدد كبير جدا من الأعضاء والجماهير لمتابعة هذا اللقاء، ولكن الجميع بينتظر انطلاق مباراة الأهلي والوداد في الدور قبل النهائي، مباراة الذهاب اللي بتجمع ما بين الفريقين. وهنا في نادي هليوبوليس مخصصين أكثر من مكان لمتابعة اللقاء، وشايف مجموعة كبيرة جدا من أعضاء نادي هليوبوليس بيرتدوا قمصان النادي الأهلي، وشعبية كبيرة جدا للنادي الأهلي في نادي هليوبوليس. نقول كل التوفيق لفريق النادي الأهلي، وان شاء الله مستمرين معاك يا كابتن ايمن نتابع كل التفاصيل الخاصه بهذا اللقاء، وان شاء الله يكون صعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه امام فريق هليوبوليس في هذه البطوله بمشيئه الله. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شاوي وضيوف الكرام، اتفضل يا كابتن. شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح.